الليلة قمة نارية بين مانشستر سيتي وتشيلسي، واشتعال التصريحات بين المدربين واشتعال البطولة. إليكم التفاصيل. سيكون المدرب البرتغالي جوزي مورينيو مركز الاهتمام عندما يقود فريقه الجديد توتنهام في مواجهة جاره ويستهام يونايتد، في حين يريد مانشستر سيتي استعادة نغمة الانتصارات بعد سقوطه في مباراة القمة أمام ليفربول 3-1 في الجولة الأخيرة، عندما يستضيف تشيلسي في المرحلة 13 من بطولة إنجلترا لكرة القدم. فعلى ملعب الاتحاد يسعى مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الرابع بفارق 9 نقاط عن ليفربول استعادة توازنه بعد خسارته أمام ليفربول، وذلك عندما يستضيف تشيلسي بقيادة لاعبه السابق ومدرب الأخير فرانك لامبارد. وكان لامبارد قد خاض موسما واحدا في صفوف مانشستر سيتي في أواخر مسيرته بعد حقبة ذهبية قضاها مع تشيلسي. ورغم التأخر بفارق كبير خلف ليفربول، أبدى جوزيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تمسكا بالأمل والإيجابية. وصرح غوارديولا قائلا عقب المباراة أمام ليفربول: دائما كن إيجابيا ولا تفقد الأمل، هذا هو سر تتويجنا بالألقاب المتتالية. وأضاف: نحن نرغب في الكفاح حتى النهاية، لا يزال أمامنا 7 أشهر، لقد استعرضنا في كثير من الأوقات أننا أبطال. وبعد خسارته الفادحة في مباراته الأولى أمام مانشستر يونايتد بربعية نظيفة، نجح لامبارد الذي اعتمد بشكل كبير على لاعبين شابان في صفوفه في استعادة توازنه، وخير دليل على ذلك فوزهم في مباراته الثالثة الأخيرة واحتلاله المركز الثالث متقدما بفارق نقطة واحدة عن السيتي وبفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثاني الذي يحل ضيفا على برايتون. لكن لامبارد لم يبدأ بعد في التفكير بشأن الألقاب، وصرح عقب الفوز على كريستال بالاس 2-0 في 9 من الشهر الجاري قائلا: إن الحديث عن الترشيح هذا لللقب ربما يكون ساذجا شيئا ما، لأننا لن نصل حتى إلى ثلث الطريق في هذا الموسم. وأضاف: إذا نجح الفريق في الحفاظ على مستواهم وصلت تحقيق النتائج الإيجابية فسيكون بوسعنا تقليص الفريق عن الصدارة، وأعتقد أن هذه بمثابة الخطوة الأولى.